العب ما تلعب برازيل ملك الملعب هي العب ما تلعب برازيل ملك الملعب هي العب ما تلعب برازيل ملك الملعب وهي العب ما تلعب برازيل ملك الملعب هي. مرحبا واهلا وسهلا فيكم، كيف حالكم وكيف كأس العالم معكم؟ كيف كأس العالم معكم؟ مبسوطين، متحمسين، زعلانين؟ كيف حاسين هلا؟ واحكوا لي مين عم تشجعوا؟ مين عم بتشجعوا؟ أنا بشجع البرازيل، أنا بشجع البرازيل. أنتوا مين بتشجعوا؟ احكوا لي بالتعليقات. أنا بشجع البرازيل لعدة أسباب. السبب الأول، زمان لما أنا كنت صغير، بعمان بالأردن، كنا يا منشجع البرازيل يا الأرجنتين، بس في كم حدا كان بيشجع ألمانيا، بس معظم الناس بين يعني أصحابي وعيلتي البرازيل أو الأرجنتين. وأنا شخصيا كنت كتير بحب اللاعب رونالدو، مش هذا رونالدو، رونالدو الأصلي، هذا رونالدو الأصلي البرازيلي كنت بحبه كتير، حتى أنا جبت أو اشتريت أميسو، فعندي أميسو رونالدو القديم الأصلي، كتير بحبه. فأنا كنت يعني بشجع رونالدو الأصلي. وهيك كنا خلص البرازيل من زمان لما كنت صغير بشجع البرازيل. وبعدين فازوا بسنة 2002، فازوا، وكانت عن جد سنة ممتازة لإلي هذا، أو بالنسبة إلي، برأيي هذا الفريق أحسن فريق برازيلي يعني لما بحياتي أنا. هلا في ناس بحياتهم قبل يمكن يقولوا بالسبعينات كان الفريق البرازيلي أقوى، بس أنا بالنسبة إلي بال2002 يعني بين كل كؤوس العالم أو مباريات كأس العالم اللي أنا حضرتها، هذه السنة كانت أفضل أو أحسن سنة للبرازيل برأيي. طبعا كان في كتير لاعبين مشهورين، رونالدو، رونالدينيو، روبرتو كارلوس، بتعرفوهم؟ احكوا لي بالتعليقات أو بالكومنتس لو بتعرفوا هدول اللاعبين، وإذا ما بتعرفوهم كمان احكوا لي، يمكن ما كانوا، يمكن أنتوا صغار بالسن أو يعني بتشجعوا فريق تاني أو ما بتحضروا كرة قدم، يمكن ما بتحضروا كرة قدم، فاحكوا لي بالتعليقات. شو كمان أنا جدي كان بيشجع البرازيل من زمان، أيام يعني الستينات والسبعينات كان بيشجع وبيحضر مباريات للبرازيل، فعشان هيك كمان أنا منه يعني بشوفه بيحضر المباريات وبيحب البرازيل، فأنا صرت أحب كمان الفريق أكتر، وهيك يعني صرت بشجع الفريق وبس. هذه الفكرة، ما عمري رحت على البرازيل، وما بحكي برتغالي، بس خلص بشجع هذا الفريق. فبهذا كأس العالم الحالي بهاي السنة بشجع فريق البرازيل، يعني إذا وصلوا للنهائي بكون بشجع هذا الفريق. تمام، احكوا لي أنتوا مين بتشجعوا. بشوفكم الفيديو الجاي. See you in the next video.